كانوا جايبين هذا الخشب هذا عندنا، لان عندنا واحد التواليت باب ديال العماله في الاعتصام، البرد دالنا ذاك الميكا وما يمكنناش نكشف العورات ديالنا، ولا سيما ان معنا معطلات نساء، وبالتالي احنا جايبين هذا الخشب هذا باش نحاولوا نغطيوا ذاك المرحاض اللي كنمتلكوه في عماله الاخليم. اذا كنتفاجئوا بالشرطي بواحد الضابط اللي هو سميتو مصطفى، اللي هو كيحتاج لنا السياره ديال واحد المعطل معنا اللي هو عبد الله كعوان، كذلك كيحتاج. علاش؟ لان في الطريق قالوا عندهم مخالفه ديال المرور، وجا واحد الشرطي ديال المرور واللي هو ماشي الاختصاص ديالو، وحاول ما امكن انهم يغلفوا ويقولوا بان دار مخالفه. هو يا السيده هو السائق ما دارش مخالفه، كما كتشوفوا الشكل ديال القصب هو هذا، اذا ما كاينش من الناحيه القانونيه ولا العرف المتعامل به مع اصحاب الهوندات ولا الشاحنات الصغرى اللي كينقل لنا هذا الشكل هذا ديال القصب، اذا ما كاينش مخالفه على المستوى القانوني. وبالتالي هما من السياسي حاولوا يغلفوا بما هو قانوني باش يكبحوا هاد الحركه ديال المعطلين، وهاد الاصرار ديال هاد المعطلين، وهاد الدفاع ديال المعطلين على الحقوق ديالهم. اذا هذا فراميل فقد تضعها الدوله، حاولت تصفي هاد الملفات اللي هي ملفات سياسيه واجتماعيه على مستوى ديال الامن وعلى مستوى ديال القضاء. حنا كمعطلين كنرفضوا هاد الشكل وهاد المقاربه هذه الامنيه، لان هذا حق من الحقوق. وبالتالي السي عبد الله كعواني يمكن انه يصرح، السي عبد الناصر كعواني يصرح على اساس شنو هو يتعرض لهذه المضايقات، لانه هو المعني بالامر. زيد السي كعواني. تحيه نضاليه، انا كما تشاهدون ايها الاخوه الاعزاء، انا مجرد سائق لسياره نقل البضائع، ولبيت طلب مجموعه الاخوه المجازين وانا كنت ضامن معهم، مشيت جبت هذا الفواياج ديال القصب، ما ارتكبت حتى مخالفه، وانا ما زلت في حي بعيد عن المدينه، وما زلت لم اخرج من تلك الازقه، فوجدت سياره الشرطه سجلت. من بعد من احتجوك وجيتي هنايا للمركز ديال الامن، شنو قالوا لك؟ قالوا لي يجب ان توقع على التزام بانك ما تكررش انك تهز، وبالتالي بغاو يحدوا لي من الحريه الشخصيه ديالي، وبغاو يحدوا لي من رزق الوليدات. انا عندي الوليدات، وبكل صراحه والله العظيم ما كنلقاو حتى الفلوس باش يجيبوا لهم الحليب، انا كنخدم على راسي. انا هذه المره الا جا شي واحد يقول لي يلاه جيب لي الفواياج، نجي عندهم يخلصوني نمشي بحالي، ولا يخلصوني انا هذا الشهر ويمشي الناس. اذا تحيه، هادو كمتضامنين عليا التزام، انا كنرفض. هادو معطلين كمتضامنين كمجموعه مجازين المعطلين باقليم تازا، اما هي اللي جاو انهم كيساندوا هذا الشكل هذا، وجاو كذلك كيناصروا السي عبد الله السي عبد الناصر كعوان، لانه هو بالحق حاولوا يغلفوا ويجعلوا هو الضحيه، حين اننا نحن كمجموعه المجازين المعطلين نتحمل كامل المسؤوليه، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى السياسي، لان نحن في باب عمالة الإقليم منذ أكثر من 6 أشهر، نحن معتصمون لليوم 20 على التوالي، ما لم نلقى أي رد من المسؤولين، وبالتالي كاين التماطل حاليا، كيحاولوا أن هذه المطالب الاجتماعية يغلفوها ويقاربوها بما هو أمني، لأن الدولة في علام تبين بالواضح والملموس بأنهم راهم فشلوا في المقاربة الاجتماعية للشعب المغربي. لعل حنايا كنلاحظوا تصبح بأن في المساء بأن الدولة في مأزق مالي غير مسبوق، النفقات تصل إلى 48 مليار درهم، وبالتالي بأنهم هما عندهم مال، هذاك الرؤساء والوزراء عندهم مال الدواء طاب من العيش، ولكن المعطلين ساكن ما عندهم إلا الشمس، ما عندهم إلا هذا الحريق، ما عندهم ديال اللهب ديال الصيف. وحنا معتصمون ونقول هذا المنبر بأن ما زلنا معتصمين، ما زلنا مصرين على الاعتصام إلى أن يتم الحل ديال المشكلة ديال البطالة بشكل نهائي. وتحية نضالية. تحية نضالية.